لا تراهنوا على الوقت وارحلوا، هي الرسالة التي وجهها متظاهرو ساحة التحرير وسط بغداد إلى أحزاب السلطة في مسيرات سلمية انطلقت من الساحة باتجاه مقرات الأحزاب في منطقتي الجادرية والكرادة. وتخللت هذه المسيرات هتافات مناهضة لتمسك الأحزاب بما تبقى لها من سلطة، وأخرى رفضت استمرار النفوذ الإيراني في العراق عبر وكلائها. من أجل إنقاذ العراق من شر الأحزاب، خطوة قال عنها أحد المتظاهرين إنها واحدة من خطوات تصعيدية قادمة بعد اعتصام استمر أكثر من شهرين في ساحات التظاهر. احنا حاليا متوجهين نحو مقرات الأحزاب، مظاهرة سلمية خالصة للوطن بعد صمودنا نحو شهرين في خيم الاعتصام في التحرير، وما لقينا أي نتيجة من خلال اعتصامنا، فاحنا قررنا من ساحة الاعتصام ساحة التحرير قررنا التوجه نحو مقرات الأحزاب. وجودهم أصبح مرفوضا بالمطلق، يؤكد متظاهرون في إشارة إلى الأحزاب الفاسدة. إن هم دمروا البلد، إحنا ما نريدهم، شعب العراق كله رافضهم، كل الطوائف ما تريدهم، شو عندهم باقين بعد؟ العراق عراقنا وإحنا ما نريدهم. جايين سلميين سقط الأحزاب، فين تعبنا؟ صارنا 16 سنة، واخذونا، أخذوا من يمنا شهداء، أعطينا شهداء وجرحى، أنا عندي ابن عمي شيء، جماعة 2 شهداء، إلى متى نبقى هيك؟ الأحزاب الأسود أو العراق بحاله. المسيرة توقفت بالقرب من ساحة الفردوس في بغداد بعد أن فرضت القوات الحكومية طوقاً أمنياً أمام المتظاهرين ومنعتهم من الوصول إلى مقار الأحزاب، لكن أصوات الثوار لم تخفت. متظاهر قادم من محافظة ذي قار إلى بغداد وجه هو الآخر رسالته إلى الأحزاب الفاسدة. أنتم ليس عراقيين، اذهبوا إلى بلادكم، بلادكم الأصلي هو إيران، ونحن عراقيين ولا نقبل بأي شخص يتواجد هنا معنا إلا أن يكون عراقي. يوم من أيام التصعيد السلمي، يقول المتظاهرون إنه بدأ من هنا ولن ينتهي إلا بإزاحة الطبقة السياسية عن المشهد بالكامل. نحن اليوم